في هذا الفيديو سأتحدث عن مراجعتي للحلقة الثانية من أنمي كيميتسو نو يايبا. أدري إن هالحين وصلنا للحلقة الخامسة، لكن ببذل جهدي حتى أخلص الحلقات السابقة. وهذه الحلقة ركزت على يوريتشي الدمية الصفر، واللي كوتيتسو كان يحميها من هاشر الضباب توكيتو، ورفض تسليم المفتاح له، وتدخل تانجيرو حتى يساعد الصبي، وتقاتل توكيتو مع الدمية ذو الست الأيادي حتى أظهر له مهاراته. كان كوتيتسو قلقا على الدمية اللي توارثته عائلته لأجيال، وخشي أن يخسرها. وبالفعل انهزمت الدمية، لكن تانجيرو اعاد تشغيلها، وكوتيتسو سمح له بالتدريب فيها حتى استبدل لاحقا العصا بسيف، وتمكن تانجيرو من كسر الدمية، لكن ظهر بداخلها سيف عمره يزيد عن 300 عام. لذلك ساشرح لكم اهم الاحداث في هذه الحلقة مع تحليلي ورأيي عنها، فبدون ما نطول بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشو ومينا سان، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية.10年後20年後の自分のためにも今頑張らないと。ならないよ。自分で自分がダメなやつだってわかるもん。俺は鬼物事務さんを倒したいと思っているけれど、でも必ず誰かがやり遂げてくれると信じてる。俺たちが繋いだ命がいつか必ず鬼物事を倒してくれるはずだから。一緒に頑張ろう。これ 人形が壊れるの見たくなかったけど。終わった。いい修行になったよ。決心つけるよ。やった！動いたね、コテツくん。これで修行して あのスマシタカオのクソガキよりも絶対に強くなってくださいね。今からかな。負けてられないぞ。俺ももっと強くならないと。よし。 渾身の一撃！切って！壊れてもいい！絶対俺が直すから！でも俺はそんな炭治郎さんだからこそ死なないでほしい。誰よりも強くなってほしい。少なくとも 300年以上前の刀ですよね。 بعدما ذهب تانجيرو للقرية ليبحث عن الكنز اللي خبرته ميتسوري كانروغي، وجد هاشر الضباب وهو يتجادل مع صبي اللي هو كوتيتسو، واخبره كوتيتسو ان يبتعد عن المنطقة ولن يعطيها المفتاح اللي تشغل الدمية، كمان ما بيعلمه كيفية استخدامها. ظن تانجيرو انه شجار صبية وحب انه ما يتدخل، لكن لما ضرب توكيتو صبي بقوة وقتها هرع تانجيرو للتدخل واخبره ان يترك الصبي. حاول تانجيرو ازاحة يده لكنه كان عاجزا رغم صغر سنه وجسده. لاحظ توكيتو انه ضعيف ووجه له ضربة ببطنه، ومن ردائه عرف انه احد اعضاء فيلق الشياطين، ومن الصندوق اللي يحمله شم رائحة شيطان، وصفع تانجيرو يده حتى لا يلمس الصندوق. بنفس الوقت سحب كوتيتسو من يده الاخرى. ظن الصبي ان تانجيرو يستغله ايضا ليأخذ المفتاح بما انه من فيلق الشياطين، وهو قلق على الدمية صفر، لكن الهاشرة سخر منه قائلا انه لن يستطيع تحمل التعذيب لو قاموا بتعذيبه، والدمية ما تستاهل كل هذه التضحية، إذا انكسرت ركبها من جديد وانتهى، وبسبب ثرثرتك علشان دمية سيموت الكثير لأنك تعترض عمل الهاشرة. وقتنا أثمن من وقتكم، وأنتم يا حدادين لا يمكنكم استخدام السيوف ولا إنقاذ الأرواح، لذا اعرف مكانتك واعطيني المفتاح. انزعج تانجيرو من كلامه وصفع يده وقال أن كلامه قاسي. صحيح أن كلامك اللي قلته منطقي، لكن حدادين السيوف عملهم مهم أيضا، فهم عندهم مهارة تختلف عن مهارة السيافين. وهاغانيزوكا هوتارو كان يستمع لكلامه، وأهل القرية يحسبونه انخطف لكنه يختبئ بالقرية. واستمر تانجيرو وقال إنه بدون وجود حدادين كنا بنصير عاجزين نحن قتلي الشياطين، والحدادين والسيافين يكملون بعضهم البعض رغم اختلاف المهارة. وتوكيتو تجاهل كلامها الفاضي وضربه حتى أغمي عليه.
كان كوتيتسو يتساءل إذا كان قادرا على حمل تانجيرو، وأخبره هوتارو إنه بيستيقظ قريبا وغادر قبل أن يستفيق. وحس تانجيرو إنه سمع صوت هاغانيزوكا والشعر بوجوده كمان، لكن كوتيتسو قال إنه ما كان هنا. وسأله تانجيرو عن الهاشرة توكيتو وقال إنه سلمه مفتاح الدمية، لكن كان سعيدا أن تانجيرو ساعده. كان يعتقد تانجيرو أن الشخص اللي يقف هناك هو يوريتشي الهاشر الأول، أنا كمان حسبته هو، لكن طلع مجرد دمية نسخة منه وتشتغل الدمية بالمفتاح. وسأله تانجيرو عن سبب رغبة الهاشرة للدمية، وقال كوتيتسو أن الدمية نموذج صفر تفوق البشر قوة، وبإمكانها تأدية 108 حركة، لذا يمكن استخدامها في التدريب. ثم سمعوا صوت سيف وظهر قتال توكيتو مع الدمية الآلية. هذه الدمية صنعها عشيرة الهاغانيزوكا واسموها بيوريتشي النموذج صفر. وسأله تانجيرو عن سبب امتلاكه لست أيادي، ورد الصبي إنه تم تصميم الدمية بناء على مهارات سيف حقيقي، واضطروا لإضافة 6 أيادي للدمية حتى يظهر مهارات سيف حقيقي. ووجه الدمية كان مألوف بالنسبة لتانجيرو، وسأله عن اسم السيف اللي صنع الدمية، لكن الصبي قال إنه دمية قديمة عمرها يزيد عن 300 عام لحقبة سينجوكو، وانذهل تانجيرو لعدم تحطمها طوال تلك الفترة، وهذا يدل على إنها دمية قوية ولا يمكن إصلاحها مجددا إذا تحطمت. كان كوتيتسو حزينا وقال أن والده مات فجأة وليس لديه إخوة ولا يمكنه إصلاح السيوف ناهيك عن الدمية. وتفهم تانجيرو سبب حمايته للدمية حتى لا يخسرها. بنفس الوقت كان تانجيرو منذهل من مهارات توكيتو وصار هاشرة في سن صغير، وأخبره الغراب الخاص بتوكيتو إنه عبقري، فهو ينحدر من مستخدمي تنفس الشمس التقنية الأولى في الوجود. وانبهر تانجيرو لكونه يستطيع استخدام تنفس الشمس، لكنه لم يظهرها في قتاله الحالي ولم يراه يستخدمها من قبل. لكن ما يتذكره تانجيرو هو إنه رأى يوريتشي في الحلم، والغراب كان يسخر منه لأن تانجيرو يدعي إنه رأى شخص من حقبة سينجوكو، وظن تانجيرو إنه صار غريب وقاعد يطلع كلام غير منطقي. لكن كوتيتسو أقنعه أن تلك الرؤية ليوريتشي متوارثة، وليس البشر من يرثون الذكريات فقط في هذه القرية بل الحيوانات أيضا. وسعد تانجيرو بكلامه لما تيقن إنه مو قاعد يحكي كلام فاضي. وبينما هما يتحدثان قام توكيتو بتحطيم الدمية بسيفه وزعل كوتيتسو ثم هرب. وتانجيرو ذهب خلفه ليبحث عنه مناديا باسمه، ووجده في أعلى شجرة وهو يخفي وجهه مع أن وجهه مخفي أصلا. وتعجب تانجيرو من سرعة تسلقه وقال له خلينا نعاون بعض في استعادة الدمية، ولا تستسلم، لساتك صغير وقدامك مشوار طويل، ولأجل نفسك بعد 10 أو 20 سنة لازم تبذل جهدك الآن. ويوما ما ستتمكن من القيام بأشياء كنت عاجزا عن القيام بها في سنك الحالي. وكوتيتسو كان يحمل مسؤولية القرية على عاتقه، لما التفت شاف أن تانجيرو كمان صعد للشجرة بسرعة وضرب إصبعيه برأسه، وتعجب لصعوده للشجرة من دون إصدار ضجيج. وأخبره تانجيرو ما أنت عاجز عن القيام به سيقوم به أبنائك واللي من بعدك بشكل أفضل، وعن نفسي أسعى لهزيمة كيبوتسوجي موزان وإنقاذ أختي نيزوكو اللي تحولت للشيطانة، ويمكن أموت وأنا ما حققت أهدافي، لكن مؤمن أن أحدهم سيتمكن من هزيمة كيبوتسوجي موزان مثل ما هزمنا قمرا علويا من قبل. أؤمن أن في يوم ما سيتمكن أحدهم من هزيمة كيبوتسوجي موزان، لذا خلينا نبذل جهدنا. وبكى الصبي لأن تانجيرو غير فيه شيئا كان يعيقه، وقال ربما يستمر قتال توكيتو مع الدمية لليل، لذا خلال ذلك الوقت بيتقبل هزيمته للدمية. وبينما هما يتحدثان عن الأعمار مر توكيتو من جنبهم وهم منصدمين من سرعة هزيمته للدمية القوية، وقال إنه استمتع بالتدريب. وبما أن سيفه انكسر أخذ أحد سيوف الدمية وأعطى سيفه لتانجيرو ليتخلص منه، وتانجيرو تأكد أن هذه شخصيته وتصرفاته مزعجة، حتى الغراب اللي يحملها خبيثة مثله. ومع هطول المطر ذهب تانجيرو خلف كوتيتسو وشاف أن الدمية يوريتشي انهزمت، لكن تانجيرو قال خلينا نتأكد أول لو الدمية تشتغل ولا لا بالمفتاح. ثم أدار كوتيتسو المفتاح وهو متيقن إنها لن تعمل، لكن بطريقة ما اشتغلت الدمية. وتانجيرو كان سعيدا عكس كوتيتسو، وهو تغير بعد نصيحة تانجيرو وطلع له نفس وجه وشخصية هاغانيزوكا هوتارو، وقال له تدرب بها وصير قوية كسيرو. وانصدم تانجيرو من رده وعرف إنه قاعد يورطه بما أن الدمية يصعب إيقافها إذا تم تشغيلها، وهجم يوريتشي على تانجيرو لكن أوقفوها بطريقة ما. وفي صباح اليوم التالي استبدلوا السيوف بأخشام. مع ذلك كان تانجيرو مصدوما لمواجهة دمية تحمل 5 أيادي في وقت واحد، وكوتيتسو أخبره أن الدمية لديها 5 أيادي بما أن توكيتو حطم إحداها. وكوتيتسو شجعه وقال تانجيرو استعيد توازنك وقول للدمية خلصت، هذه كل قوتك، شعرك طويل يا رأس الطحلب، وأعطاه كل أنواع السب ليستفز الدمية. لكن تانجيرو عارف أن هذا الورع
معنوي يوديه في 60 داهية. وتانجيرو قال إنه ما بيسب الدمية، لكن الدمية ما عندها وقت، باشرت بالقتال. وقتها كان توكيتو يتجاوز الهجمات بسهولة، لكن تانجيرو عاجز عن التعامل مع كل هذه الأيادي، وكوتيتسو لم يعطيه وقت ليرتاح، وكمان انتقد أسلوب قتاله، وبسبب تساهله بالقتال صعب عليه الأمر وحرمه من الأكل لين يهزم الدمية. بنفس الوقت كان يشجعه ليقاتل بقوة، وقال لو الدمية كانت تحمل سيوف كنت بتموت، لذا استعيد توازنك. وهذا القتال دام لخمس أيام دون أن يأكل تانجيرو شيء، وغدا سيعطي كوتيتسو الدمية سيفا، وحرمه كوتيتسو من أكل اليوم كمان. وتانجيرو شاف أن كوتيتسو مرشد كويس في القتال، لكنه مبتدئ وما يعرف حدود أجساد البشر، لذا حرمانه من الماء والأكل هو جزء من التعذيب وما يخص بالتدريب، لأن البشر يموتون خلال ثلاث أيام إذا ما شربوا ماء. عرف تانجيرو أنه يتعامل مع بدوي، ولولا هطول الأمطار كان بيموت تانجيرو عطشا. ومع القتال بدون ماء أو أكل أو نوم فقد تانجيرو الوعي، وحس أنه انتقل للحياة الأخرى حتى سقط في النهر، وأيدي تحوم حوله لتدفئه، وفي قاع البحر رأى شيئا يلمع وذهب ليمسك به، وكان يبعث من الحجر رائحة. ولما استيقظ شعر أن حاسة شمه تحسنت وتوسع مجال إدراكه، ولم يعد يرى خيط الثغرة ليهزم العدو، بل كان يشعر بالهجمات المحيطة به في آن واحد حتى تجاوز هجومه وضرب بطنه. لكن بما أنه تمكن من ضربه قرر كوتيتسو أن يعطيه طعام، وتانجيرو قال له واحد شاورما ميكس لحم ودجاج مع ثوم أبيض وكولا أو ديو بارد. أمزح، قدم لها الطعام وتناول تانجيرو وهو يبكي من الفرحة. ثم عاد للقتال وصار يرى هجمات خصمه بشكل أفضل من السابق، حتى إنه تمكن من مواكبة سرعته، وبواسطة الرائحة صار يرى هجماته، وهذه الرائحة تنتشر أسرع من خيط الثغرة حتى تجاوز تانجيرو هجوم يوريتشي. وكان دفاع يوريتشي مفتوح، لكنه تردد قليلا حتى لا يحطم دمية كوتيتسو، وأخبره كوتيتسو أن يحطمها ولا بأس في ذلك، وهو سيقوم بإصلاح الدمية بنفسه. وهذا التردد البسيط كاد أن يجعله يفقد رأسه، ثم ضرب التانجيرو عنق الدمية حتى انكسر السيف وسقط بشكل سيء. ثم تحطمت الدمية وظهر بداخلها سيف عمره يزيد عن 300 عام. وهكذا انتهت الحلقة الثانية من انمي كيميتسو نو يايبا، وكانت حلقة عادية مجرد تدريب واستعداد مع بعض المعلومات الخفيفة. اتمنى انكم استمتعتم بالفيديو، والفيديو القادم بجهز على الحلقة الثانية من انمي اوشينوكو، بعدها الحلقة الثالثة من انمي كيميتسو، يعني حلقة من ذا الانمي وحلقة من ذاك الانمي لين اوصل لمراجعة الانميات الاسبوعية. وبس، شاركوني اراكم بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة. كان معكم روكرو، والسلام عليكم.